عليها تجيب حاجة وتطحني بيها في دماغي، بس الحمد لله ما حصلش. بيني وبينك يا شريفة، خلص الكلام مع البشر، خلص الكلام مع العيلة دي. أنا ما عنديش غير حل واحد، إحنا نظرف الست دي شهادة صحية ونقول فيها إن الست دي مجنونة. وهي مجنونة، إحنا مش بنتبلى عليها لا مؤاخذة. هو في حد عاقل يعمل اللي هي بتعمله ده؟ والمجنون ملوش كلمة في المحكمة. ناخد الشهادة ونطلع بيها على القاضي ونقول له اتفضل يا سيادة القاضي، واحكم بقى كبير. واللي اسمه إياب ده بقى هيصدق ولا هيطلب عرض صفية على كونسولته ويكتشفوا ساعتها إن هي أعقل مني ومنك وتلبس قضية تزوير؟ أنا مش فاهم ليه أنت عمالة بتسدديها في وشي. خلاص خلينا قاعدين جنب بعض نندد زي النسوان، ما هي ملهاش حل. لو ليها حل مش هتبقى عن طريق صفية. الست دي مش هتغير كلامها لو السما انطبقت على الأرض. لازم نجرب سكة تاني. هي العقدة عندها عند صفية نفسها، ملهاش حل تاني. لا، العقدة عند ابن عمه، وزي ما بدت من عنده ممكن تخلص وتتحل من عنده برضه. صح، انت بتكلمي صح. ابن عمهم، انا نفسي بقى الواد ده اجيب له 3 4 بلطجيه على حق، يوم فضوه علقه تموت عشان يعرف ان الله حق. اقول لك يخطفوا عياله. يخطفوا عياله، وساعتها بقى نساومه. هتتنازل ولا نولع في العيال؟ اكيد طبعا هيتنازل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو انا مستغنيه عنك ولا ايه؟ اهدى بس، اللي انت عايزه كله ممكن يتعمل بس بالعقل. انت اتكلم شاكر، شاكر هو الوحيد اللي ممكن يجيب قرار الواد ده. فضيحة قديمة عاملة يكون متداري منها، اي زلة نمسكها عليه ونجيبه بيها تحت درسنا. تمام يا عمي، انا متشكر جدا. بكرة ان شاء الله هستنى منك الكونفيرم. مع السلامة. بيسلم عليكي. انت بتتكلم بجد؟ انت عايز تروح من بكره عشان تتفق على الارض اللي هتبني عليها المستشفى؟ ده مش اتفاق، ده مجرد فكره. هتكلم مع راجل واشوف طلباته ايه. مستعجل انت قوي. طب مش نستنى شويه لغايه ما نشوف الجلسه الثانيه هيجرى فيها ايه؟ يا فاطمه، هو انا هطلع بكره العروض من جيبي؟ وبعدين انا مش قلقان بالجلسه اللي جايه. انا لو كنت قلقان من موقفي في القضيه 10%، القلق ده كله راح بعد ما قعدت مع مرات عمي. طب انا عايز اسالك سؤال، بس مش هتزعل. مش هزعل يا فاطمة، قولي. هو انت ما بيجيش في بالك ابدا ان انت ممكن تكون ظالم ولاد عمك وان الارض دي مش من حقك فعلا؟ الستيك بتاعك حلو قوي يا فاطمة، مظبوط المرة دي قوي. بحبك وانا بموت فيكي. لا لا لا، انت عارف ان انا ما بحبش لا ترسم ولا تصور وانا مودي وحش. بقالي كتير قوي ما رسمتكيش يا توتو. فاكره اخر مره رسمتك فيها كانت من امتى؟ كانت من حوالي 6 سنين. 6 سنين صح، وقت ما ولدتي زينه لما كنا في الغردقه. استني هقول لك على حاجه ما قلتهالكيش قبل كده. انت عارفه ان روحت الغردقه دي واحد كان عاوز يشتريها مني هناك؟ انا قلت افتح معاه كلام كده يعني اشوفه هيوصل معايا لغايه فين. تخيل انه وصل ل 10,000 جنيه، ولو كنت اتكيت عليه شويه كمان كنت خليتهم 15. بس قلت له بعينك بعينك، الدوا دي بتاعتي انا بس، مش بتاعت حد تاني. طب استني، فاكرة لما كنا في شرم الشيخ وخدنا اليخت ودخلنا جوه؟
وصممت ان انا ارسمك جوه الميه، فاكره؟ قعدت ارسم فيكي وانا مندمج قوي كده، جت موجه كبيره راحت دلقاني انا واللوحه في الميه، وانا اصلا ما بعرفش اعوم اساسا، ومصر ان انا ما اطلعش من غير اللوحه بتاعتك، رغم ان اللوحه باظت واتشلفطت. بيكسوا قوي في نفسي بروح امي، يعني ما بعرفش اعوم ومصر اطلع باللوحه، بس ما اقدرش ابدا استغنى عن حاجه انت فيها، حتى لو اتشلفطت. انا بحبك قوي يا توتو. نامي يا حبيبتي، نامي وانا جنبك، مش هسيبك ابدا. صباح الخير. ايه لسه صاحي من النوم ولا ما نمتيش اصلا؟ هنام يا ضياء، هنام. انا يا حبيبتي، اللي انت بتعمليه ده مش كويس، علشانك انت حامل. الشهور اللي انت فيها دي اصعب شهور، الراحة مش كويس علشانك وعشان اللي في بطنك. روح افطر يا ضياء، أنا مجهزة الفطر من بدري. حنان، أنت ظروفك أحسن من إخواتك. أنت العرب وأنت تقريباً لسه ما صرفتيش منه أي حاجة. فلوس زي ما هي. وبعدين أنا مش فاهم، يعني أنت مش كنت هتتجنني عشان يبقى عندك رأس مال وتفتحي بيه مشروع؟ أهو رأس المال موجود، يعني تقدري تفتحي مشروعك بقى وتنزلي شغلك، كل حاجة هتبقى زي الفل. واكتر كمان ما كنت متوقعه زمان يا ضياء. انت حطيت ايدك على المفتاح. عايز نبدا من الصفر وانزل اتعك في الشارع واعمل مشروع صغير وممكن يفشل او ينجح، وانا ملايين ابويا هتروح لواحد غريب. حنان، الملايين دي مش في ايدي. لا، في ايدي، وكلمه من امي هتطيرها من ايدينا كلنا. أنا ساكت من امبارح يا حنان عشان أنت طلبتي مني أسكت. لا، اتكلم يا ضياء. عايز تقول إيه؟ عايز تغلطني؟ عايز تغلط إخواتي؟ آه، غلطانة يا حنان. إخواتك غلطانين بس أنت غلطانة أكتر. إزاي الست تنهار قدامكم امبارح وتعيط وأنت تدخلي وراها جوه الأوضة؟ تضغطي عليها اكتر وتدوسي عليها. هو في كده ست كبرت في السن وما عدا مع ربنا مره، وخلاص بقى ممكن يحصل من لحظه والتانيه. لسه راجعه من حج غسلت فيها ذنوبها، وانت بكل بساطه تطلبي منها تعمل غلطه زي دي؟ ايه الجبروت ده؟ شكرا يا ضياء، شكرا. بصراحة بقى أنا كنت مستحملة على شعرها، لكن دلوقتي اتقطعت. أنا مش ممكن أقعد معاك وأنت شايف الموضوع بالشكل ده. أنا هلم هدومي وهروح أقعد مع أخواتي عشان أضغط على أمي أكتر من الأول، عشان تنفذ اللي لازم تعمله. لازم تعمل كده. جننت يعني؟ آه جننت. آه جننت، اتجننت. عايز إيه؟ عايز إيه من واحدة مجنونة؟ عايز إيه؟ أنا كنت فاكر الموضوع هيطول أكتر من كده، كويس إن القاضي وصله على قد شهادة الوالدة وخلاص. يعني إن شاء الله تخلص في جلسة واحدة. ألف مبروك يا يوسف. الله يبارك في حضرتك. بس بيتهيألي حضرتك مش شايف المشكلة فين بالظبط. مشكلة إيه؟ أمي. بيتهيألي أنت شفت أمي أكتر من مرة وكلمت معاها، صح؟ يعني هتروح تقول دي أمضتها وتخسركوا القضية كلها؟
بالظبط ده اللي هيحصل بالظبط. وعشان كده انا جيت لك النهارده عشان اقول لك انا خلاص رجعت زي اول مره شفتني فيها بالظبط. مفيش بقى ولا فلوس ولا استوديو ولا اي شركه ولا اي حاجه من الاحلام دي كلها. مفيش غير حاجه واحده بس، ان انا بحب سلمى. فجاي بقى عشان اشوف حضرتك هتعمل معايا ايه. راح فين؟ مفيش يا سلمى، سيبني دلوقتي نتكلم بعدين. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، نتكلم بعدين بعد اذنك. ما تقول لي ايه اللي حصل يا يوسف. يا سلمى ممكن نتكلم بعدين؟ حنان تعالي يا حبيبتي تعالي. ايه يا حبيبتي؟ ما قدرتش اروح البيت عند ماما، انا مش طايقه اشوف منيره ولا يوسف ولا طايقه منهم كلمه. بيتك يا حبيبتي. طب ده انا مبسوط جدا. انت عارفه احنا بقالنا قد ايه ما قعدناش مع بعض؟ ازيك يا حنان؟ مالك يا حنان؟ ليه شكلك مش مظبوط؟ انت متخانقه مع ضياء صح؟ هتعدي يا عمر، هتعدي. انت عارف اختك عنيده قد ايه ودماغها جزمه، وانا لما بحط حاجه في دماغي بنفذها، يعني بنفذها. والفلوس دي هتيجي بالذوق، هتيجي بقله الذوق، هتيجي ان شاء الله لو خسرت اي حاجه. تفتكري يا حنان لو كانت الفلوس دي ما جاتش اصلا، مش كان زماننا عايشين حياتنا عادي؟ مش كان زماننا مرتاحين امبارح؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتقول ايه؟ الفلوس جت يا عمر، جت، والباقي هيجي. صح، انت صح يا حنان، مجيتك هنا صح. الفلوس جت على فكرة، وكلنا لازم نفكر بالشكل ده. انا معاكي، بعدين احنا لازم نلم بعض، ها، ونبعد عن اي حد سلبي. انت سلبي يا عمر؟ لا يا حبيبتي. انت بتفكر بشكل سلبي؟ لا لا لا، انا معاك يا حبيبتي. صح معاك. صح، نبعد بقى عن ضيا، نبعد عن منيرة، ونبعد عن يوسف. كل اللي بيفكروا بشكل سلبي نبعد عنهم خالص. وبعدين احنا القضية كمان كام يوم، يعني لازم نشوف هنعمل ايه وهنحل الموضوع ده ازاي. صح؟ صح صح. فين داليا؟ كلميها، كلم كمان خليه يجي. طيب اهدي بس يا حبيبتي، اهدي يا ماما، اهدي يا حبيبتي. ما انا هادية اهو، انا هادية يا حبيبي. تعالي انا هاخدك الأوضة تتغيري وتريحي ونشوف هنعمل ايه في الموضوع ده. صح؟ احنا لازم نتلم، نيجي نقعد هنا كلنا ونفكر. مالك؟ مالك يا هاني، فيك ايه؟ مفيش يا حبيبتي مفيش. هو انا يعني مش عارفك؟ طب هي ضحى كويسة؟ الحمد لله ضحى كويسة. امال في ايه بالظبط؟ في مشكلة في افتتاح المعرض او حاجة؟ يا داليا قلت لك مفيش حاجة، مفيش حاجة. قولي لي انت مش ناوية تروحي لمامتك تزوريها قبل الجلسة؟ هروح لها اعمل ايه قبل الجلسة؟ تروحي تقولي لها اي كلمتين يمكن تعقليها. اعقلها؟ هو انت قطعتيها ولا حاجة؟ احنا من ساعة ما رجعنا وانت ما كلمتهاش ولا كلمت حد من اخواتك ولا عارفين ايه اللي بيحصل حوالينا. هنفضل ساكتين وكل حاجة بتطير من ايدينا فجأة كده؟ تقى كلمتني، عايزانا نتجمع كلنا عشان نقعد نتكلم ونشوف حل للمشكله اللي احنا فيها دي. بس حبيبتي صعبت عليا قوي يا هاني، كان اسلوبها عجيب، عامله زي المجانين متجننه. ربنا يا رب يفكها عليها وعلينا. انت طالب حاجه من بره؟ لا. Thank you.
اهلا وسهلا. هو في ايه؟ بس مصور. بعد اذنك يا باشا هفرج الناس بس على الشقه. فرج الناس على الشقه ازاي يعني؟ انا سالت المدام هتجددوا العقد ولا لا؟ قالت لي لا. قلت لها انا من وقت للتاني هجيب ناس افرجها على الشقه. وحتى لو هتفرجهم على الشقه من غير اتصال ولا تليفون يعني؟ يا بين ناس على سفر ومستعجلين وكلك نظر. تفضل تفضل. كفاياتك عبدا بنمشي جنب الحيطة وبلانا بهدلة. يا دنيا زنبليطة كفاياتك عبدا بنمشي جنب الحيطة وبلانا بهدلة. وبالراحة معلش تهدينا موقف تنقب يا مكلنا المش وحلينا بشوية لب اتحكي في الوش وعدينا زي ما بنحب. هو احنا مغفلين ولا انت مقفلة؟ يا دنيا زنبليطة كفاكي كعبدة. رزقك لم تحوش واحنا اتقاطع نفسنا ادي الاصيل يا رب المال ما يغيروش. اقسم بالله خلصنا عايزنا تروق تحلى ونقول كانت مرحلة. يا دنيا زنبليطة كفاياكي كعبدة. يا دنيا زنبليطة كفاياكي كعبدة بنمشي جنب الحيطة وبلانا بدلا. دنيا زنبليطة كفاكي كعبلا بنمشي جنب الحيطة وبلانا بدلا. للأسف اللي اسمه إيهاب ده طلع مفيش أنضف من كده. ملفه في النقابة زي الفل. ما عندوش مشاكل قانونية مع أي حد. ده حتى في المرور يا جدع. ما عندوش مخالفة واحدة. طب ما تلخص يا عم الحاج وتقول إن هو ملاك نازل من السماء ومش هنعرف ناخد منه لا حق ولا باطل. وإيه اللي بيحصل بالظبط ده؟ إيه الواقعة السودة دي؟ يعني الأستاذ إيهاب الطاهر هيتشاكل مع الحاجة صفية الطاهرة وإحنا بقى نولع بجاز وسخ في وسط حرب الملائكة اللي هتحصل دي؟ يعني أكيد عنده نقطة ضعف، أنت بس يا شاكر الخيبان ومش عارف تجيبها. الخيبان ده تعب معاكوا قوي بصراحة. أنا بعمل كل اللي أقدر عليه وما خدتش منكم مليم أحمر. إيه في إيه؟ أنتوا فاكرين الشهادات اللي بطلعها بتاعت الست دي ولا تأجيل الجلسة بتاعت يوم السبت بالساهل؟ الشهادات المرضية دي لو حد اكتشف إنها مضروبة عارفين هيحصل إيه؟ شهادات مرضية يا عم الحاج؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ شهادة هتعمل ايه يعني؟ هتأجل يوم اسبوع شهر لكن مش هتحل. احنا عايزين حل. حل الحل ان احنا نوقع اللي اسمه ايهاب ده. لو هو نضيف نوسخه. نوسخه ازاي يعني؟ هو ايهاب ده مش بيشتغل دكتور؟ عنده عيادة في مكان قذر والعيادة دي بتشتغل بقى في عملية نقل الاعضاء عملية الاجهاض. محتاجين ايه بقى عشان نثبت الكلام ده؟ عقد ايجار باسمه، شهود يتبلوا عليه، رسمه كده نرسمها واسبوكها واحبكها ومفيش قاضي يقدر يكذبها. انا اقذر مني في الحاجات دي ما تلاقيش يا خالد. طب لما هي محلوله وسهله كده
ما حلتهاش من بدري ليه ولا لازم تزل في انفاسنا؟ انا كمحامي اقدر ارسم الخطه يا حاجه شريفه، يعني مش شكل قانوني خليها ما تخرش الميه. لو عايز يشك في نفسه هيشك في نفسه، بس في الحاله دي ما اقدرش، لازم يبقى في حد بظهري، لازم يبقى في حد جامد قوي يطلع لنا الورق من اماكنه فعلا. ما ينفعش نجيب مزور يزور الكلام ده، حتى شهود ما ينفعش نجيب شهود متأجرين، لازم الشهود يبقوا من رجالة الراجل ده ومن عزوته عشان محدش يرجع في كلامه. ساعتها بقى إيهاب بيه لما تقوله اتنازل هيتنازل، عشان مستقبله هيضيع، ما عندوش أي اختيارات. طب يعني تعرفش أي حد من الناس التقال دول يقف ورا ظهرك؟ أنا أعرف كل الناس الكبار كل الناس التقال، بس انا بقى ما ينفعش اظهر في الصورة دي وفي اللعبة دي. صح، كل الكلام اللي اتقال فوق ده صح. ما هو مش معقول الواد يعني عشان ياخد الفلوس يتسجن ويضيع مستقبله، لكن يعني بالتفاهم ياخد قرشين وما يضيعش مستقبله، هو ده الصح. شاكر ده طلع وسخ وساخة جاب من الاخر. خلينا بس في المهم، احنا هنجيب منين الراجل التقيل اللي قال عليه شكر طرقان؟ ما هو لازم لمؤاخذه يكون حد مننا، يعني حد مصدر ثقه عشان نقدر اصلا نفتحه في حاجه زي دي. طب وانت يعني ما تعرفش حد؟ ما تقلف في دماغك كده، اكيد تعرف ناس جامده. انا اعرف ناس معفنه، ناس منتنه، ناس ما عليهاش القيمه، ما تعرفش حد خالص محترم. طب بقول لك ايه رايك في حلمي عنان؟ حمل الواد يوسف. حلمي عنان ايه؟ ده راجل مستفز ومعفن. لا 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 خالص، لعلمك بقى الراجل ده ما بينزليش من زور. يا اخي وانت مالك وانت اللي هتكلمه وتخلي يوسف يكلمه؟ يوسف مين؟ يوسف مين يا حاجة؟ ده انت على نياتي. يوسف ده لا مؤاخذة من فرع الملائكة اللي في الحدوتة، يعني مش بعيد لو عرف اللي احنا عايزينه هيبلغ علينا البوليس. طب يعني انت خلاص مفيش حد في دماغك ابدا؟ معقولة؟ طب بقول لك ايه؟ ايه رايك لما اخذ يعني في سكه الراجل اللي اسمه اسماعيل ابو العزم ده؟ سكه مين يا اخويا؟ اسماعيل ابو العزم الراجل كان عايز يعمل لك فيلم ده، انا اعرف ان الراجل ده تقيل قوي ولو في العك. هو انا ليه يا عين بعد الفضيحه اللي انت جيت عملتها في الاستوديو دي ان انا اطلب منه حاجه؟ وبعدين هو انت عاوزني اروح له؟ انا يا شريف انا بهرتل، وانت اي حاجه اقولها تقفشي فيها كده على طول. يلا 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 اركبي يلا. عشان ما زوقش من الدروس؟ بلاش لماضه. ما هو ايه لازمتها يا ماما ناخد برايفت مع واحد ما نعرفوش؟ ما كنا حجزنا مع مستر وليد. صاحبتي في البنك بتقول لي ان مستر كمال ده اشطر مدرس فيزياء. افلح انت بس الاول وبلاش لماضه. ايوه الو. الو مستر كمال؟ ايوه اهو اهو. شفت حضرتك. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا أهلا كريم. كريم ازيك؟ ازيك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. هو الدرس هياخد قد إيه؟ يعني ساعة ونص ساعتين إلا ربع مثلا. طيب تمام، تخلص وتروح على طول. ماشي حاضر. أنا إذنك. اتفضل كريم يا بطل. يلا يلا تعالى نقعد في الكافي شوب، إيه رأيك؟ ماشي. عصاير بقى وها. يلا يا مستر. اتفضل اتفضل. يعني معقول الفلوس كلها خلصت؟ ده انت كان معاك فوق المليون. عمو هاني ده الواحد بيجي يشطب شقة بيصرف اكتر من مليون، ما بالك بقى ده معرض دورين باللي فيه بضاعته. انا كنت عامل حساب كل حاجة، بس موضوع ضحى اللي طلع فجأة ده بقى
رب بس المستشفى ما تطلبش فلوس تاني. يعني ايه؟ يا نهار اسود، هترجع السجن تاني؟ ربنا يستر. حاسس ان انا رشقت نفسي في حاجه انا مش حملها، والديانة قربوا يطلبوا. طب جرجس اقدر عليه، لكن ولاد مرزوق دول ما بيسكتوش. ولا شافعي يا عم، معاهم ايه الناس دي؟ طب ومراتك فين من كل ده؟ كل ده ايه؟ ما هي فلوسها يا ام هاني، ولا انت كنت فاكرها فلوس الجد ولا ايه؟ واتي هاني، انت متاكد ان داليا حولت لك كل الفلوس اللي معاها؟ ما كانتش مدكنه كده حاجه على جنب؟ ما تتقي الله شويه. هو انت كنت مستنيه دوحة تقف على حيلها عشان تشد حيلك على البنت الغلبانه؟ بيحصل يا حبيبي عادي، انا لو مكانك كنت عملت كده. خلاص خلاص خلاص، خليها تميل على حد من اخواتك، هما مش كلهم ورثوا؟ يبقى قولي لها انت، هي متعوده على بجاحتك. استنى هنا، رايح فين؟ مش هتيجي معايا عشان اشوف دوحة؟ بسلمي عليها يا مهان. متخيلة أدخل عليك بتغني. ليه قاعد لوحدك؟ يوسف احنا هنتجوز هنا، من هنا ورايح. ده مش بس الاستوديو، احنا نعيش هنا وننام هنا ان شاء الله على الأرض. أو لما سنتين الأجر اللي هنا يخلصوا هنعمل ايه؟ هتيجي مثلا تعيش معايا عند أمي؟ أنا قررت أكون شريكة معاك، هنفكر سوا وهننجح. أنا شاطرة أوي في البيزنس، أنا ممكن أكون مديرة أعمال ليك. عارف ليه؟ عشان أنا بحبك. صدقني زي ما انا مصدقك يوسف. بصلي في عيني وقولي انا مش عايزك يصير. طب قسما بالله العلي العظيم، لو ما قمتش تتعشى معايا دلوقتي انا كمان مش واكل، وهاخد الدواء على معده فاضيه، تبقى انت السبب في اللي هيجرالي. بس يا بابا انا اكلت. يا بابا انا اكلت. اكلت ايه يا بابا؟ حته الجبنه الرومي اللي اكلتها العصريه دي تبقى اكلت. طب تحب اجيب لك فوار عشان تهضم؟ لا يجي لك تلبك معوي. بابا انا مش عايز صغير، لما جوع قروسني هقوم اكل. وبعدين بقى البنت صفيه دي هي ما عندهاش دم خالص كده، عمال اتصل بيها على طول وبرضه ما بتردش. ليه عملت كده يا بابا؟ كلمها ليه؟ ما هو برضه يا ابني ما ينفعش الوضع ده، ما هي لازم تيجي. هتفضل كده لحد امتى؟ لازم تحس انها لازم تيجي يا بابا، ما ينفعش احنا اللي نزلنا عليها عشان تيجي. لو هي عندها سعادات تبيع انا ما ينفعش اشتريها. هقوم اكل يا بابا. حاضر.
بس عشان خاطري اوعى اتكلمها. حنان قومي البسي. في ايه؟ قومي البسي دلوقتي وروحي لمامتك، انا عرفت انت هتقولي لها ايه تخليها تعمل اللي احنا عايزينه. اهدي بس اهدي شويه. هقول لها ايه يعني؟ هو انت مش حامل؟ وكل الناس واولهم امك كان نفسهم تخلفي؟ خلاص هدديها، قول لها انك هتنزلي اللي في بطنك لو الفلوس دي ما جاتش. هي هتخاف هتترعب يا حنان، عشان هي عارفه انك عملتي الموضوع ده قبل كده. فهميها كمان ان الدكتور قال لك انك لو الحمل ده راح منك عمرك في حياتك ما هتحملي تاني. وقول لها كمان ان عمر لحقك على اخر لحظه، وانك كنت هتاخدي حبوب عشان تسقطي اللي في بطنك. امك هتترعب عليكي، حاسسيها انك بتضيع منها بجد مش بالكلام. هي كده هتروح المحكمه بكره وهتشهد ان دي مش امضتها. صدقيني اللي انا بقوله لك ده.